قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير إن إيران هي من بدأ في التصعيد في المنطقة، مشددا على أنه على طهران الاهتمام بشعبها والتوقف عن رعاية الإرهاب. وخلال جلسة شارك بها في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، شدد الجبير على أن تدخلات إيران كبيرة، مشيرا إلى أن شيعة العراق ولبنان يتظاهرون ضدها وضد نظامها. وأضاف أن إيران تقول أنها تريد إخراج القوات الأمريكية من المنطقة، لكن ما يحدث هو عكس ذلك. ولفت الجبير إلى أن السعودية مستمرة في تحقيقاتها في هجمات أرامكو وهي لا تسعى للتصعيد. وأضاف أن السعودية أطلقت سراح 400 أسير حوثي لإثبات حسن النية، رغم أن إيران تقف وراء صواريخ ميليشيات الحوثي التي استهدفت المملكة. وفي الملف العراقي قال الجبير أن السعودية قلقة من تدخل إيران في شؤون العراق، مؤكدا أن المملكة تهتم بالعراق التي تجمعها به علاقات أشقاء. وفي حديثه عن الأزمة الليبية قال إن الرياض تعمل مع الدول العربية والدولية على استقرار ليبيا، مشيرا إلى أن تواجد تدخلات خارجية هو خطر.